بيدوروا على الجثث، عاملين نفسهم ان هم بيدوروا على الجثث. لقوا فلوس، طبعا في فلوس جوه، مسكين اتنين كل واحد في ايديه حوالي 3000 جنيه. الفجر انا نايم سمعت هبدة جامدة، دخلت الشارع ببص ما شفتش من التراب. نص ساعة لما بقيت الملامح ابتدت تظهر، البيت وقع. طبعا في فلوس جوه، مسكين اتنين كل واحد في ايديه حوالي 3000 جنيه. بيدوروا على الجثث، عاملين نفسهم ان هم بيدوروا على الجثث. لقوا فلوس، بلكونتين هو 5 ادوار، بلكونتين اللي هي تاني بلكونه وتالت بلكونه. فانهار برضه هو كمان، وفي مستشفى حضرتك في شقه واحده بس اللي ساكنه هو الحاج زين. الضحايا والوفيات من اسره واحده. من اسره هو. بيت عيله؟ ما هو مش مسكن حد فيه.